بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا نسعى نحو مقام عال فيه رضاك وفيه بركاتك وفيه تأييدك لنا، لأننا كما قلت أنت استضعفنا ومتى شئت تقوينا، فاحسم بيننا وبين الظالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار الإفساد في ملك الرحمة. قلنا: ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحربون قوم آخرين لم يأتوك، كدروا ما في قرناهم ولا مختبئين هما اللي قاعدين يشعلوا في النار باش يستد الاسلام اللي تمضي قودهم. اخرين لم ياتوك، يعني هما من الجبناء الكبار، يزيدوا شو يوجوا اما الولايات المتحده، الجبناء الكبار هما بنو صهيون، ما يظهروش على الركع، يخدموا ريموت كنترول، ويبداو يقولوا لي مش يخدموا، يقولوا انت تقدموا ولا ستنتخب رئيسا ولا وزيرا ولا نائب الرئيس والحاجة. هذا من الناس اللي ما يظهروش روح، وبنو صهيون يخدموا بتوزيع الأدوار. فما مفكر أنا مش تقبل الخضر يغري في الناس ويسعى في عقولهم، مو بكتاباته وبتمثيلياته وبرقصاته وشطحاته ولمسه. سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، وهؤلاء شي يعملوا يحربون ولا يتبعون، يحربون الكلمة من بعد مواضعه. يعني وقت توجد تو في قانون أمريكا ولا عادات إنجلترا، تجد كل ما هو ليس بعلاقة لا هو علاقة بالإسلام، يعني ضلالات يزينوها ويزوقوها، واشتولي حاجة بهية، حاجة لها قيمة حقيقية عنده مو حقيقية، ليس لها قيمة، ويولي وعاد كما تقول أنت أيقونات، يعني حاجات صور تعبد. أمريكا تعبد الدولار، وتعرفوا شو مكتوب عليه ظلما وعدوانا وكذبا، وقالوا مجرايم مش تنهار. وقلنا لكم قدش مرة الكلام هذا، قلنا لكم الولايات المتحدة كما بما أمم متخذة، كما بما مملكة متخذة، كما بما أوروبا متخذة، كما بما مجموعة روسية متخذة، كما فما الصين متخذة بالطريقة اللي فيه تو طريق هم هم واستغلال الشعوب، سواء كانت تاخذ المواد الأولية برخص أثمان ولا تبيع المغشوش ولا المجر. واليابان من بكري مكبوب سعد، وقاعد يزيد يتراجع في سمعته و قدرته التنافسية وغيره وغيره. ماشيين الكارثة والعياذ بالله. المفيد بما فيهم الكرب، ماشيين متخذين إن لم يرجعوا إلى الرب. ونعود إن شاء الله تعالى بحول الله.